السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هنا درس جديد، رسم الاشكال الهندسية وازاي هنرسمها بطريقة سهلة وبسيطة، ونطبق عليها بعد كده الدرس القادم الظل والنور واتجاهات الضوء والظل وازاي نعكسها على الارض والظل بتاعها، ونشوف مع بعض. يلا بينا. وازاي هنرسم الشكل يكون في النهاية يكون زي 3D باستخدامنا زي ما انتم شايفين الادوات بتاعتي، المسطرة وقلم رصاص وورقة الرسم. دي الأشكال الهندسية بالظل بتاعها، وإزاي هنعملها بالظل والنور بالقلم الرصاص. إن شاء الله تستفادوا بيها وتنفذوها. دي الأشكال الهندسية دي إحنا بنعتمد عليها لو إحنا بنحاول نحول الأشكال الطبيعية لأشكال هندسية عشان تكون بالنسبة لنا بتسهل الرسمة وتطلع زي ما احنا عايزين. ونكمل مع بعض الدرس القادم ازاي نطبق الظل والنور بالقلم الرصاص على الأشكال الهندسية بطريقة سهلة وخطوات بسيطة، ونتابع مع بعض الدرس اللي بعد كده.